السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ماذا قرا الامام في صلاته؟ ايش قرا الامام؟ قرأ الفاتحة. إذن سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدون قراءة سورة الفاتحة. طيب، إذن هي هذه السورة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الفاتحة لها أسماء، ما هي أسماء سورة الفاتحة؟ من أسمائها الفاتحة. لماذا؟ لأن القرآن مفتتح، أول سورة في القرآن سورة الفاتحة، ويفتتح بها المصلي الصلاة، ويفتتح بها الخطباء، لأن هذا عندما يخطب أحيانا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صح؟ تمام. وتسمى السبع المثاني لأنها من سبع آيات، والبسملة ليست من الفاتحة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا من أسماء الفاتحة الصلاة، لهذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، لأن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. تمام. تسمى الفاتحة والسبع المثاني وأم الكتاب. ما معنى أم الكتاب؟ يعني كل ما في القرآن موجود هنا في الفاتحة. القرآن ماذا فيه؟ فيه خبر عن الله توحيد، وفيه أحكام، وفيه قصص، صح؟ وأركان إسلام، وأركان إيمان، وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، التحذير من الضلال، التحذير من اليهود، من النصارى، من كذا من كذا، كل ما في القرآن هنا. لهذا تسمى إيش؟ أم القرآن، أم الكتاب وغيره. ومن أسمائها أنها رقية. قال: وما يدريك أنها رقية. فبعض الناس يريد يذهب للرقاة ويقول أنا ما أحفظ قرآن. طيب، تحفظ الفاتحة؟ لازم مسلم يحفظ الفاتحة. إذن هي إيش؟ رقية، بل أفضل رقية. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: ألم بي مرض وأنا بمكة، فأخذت أقرأ الفاتحة وأكرر 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 حتى وجدت أثر الفاتحة بعد حين. هذا يقول ابن القيم. تقرأ أنت على نفسك وتقرأ على أولادك الفاتحة. تمام. طيب، قلنا البسملة ليست من الفاتحة، والدليل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. وفي حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. تمام. لكن بعض العلماء يرى أنها البسملة من الفاتحة. تمام. قبل أن نقرأ الفاتحة إيش نصنع؟ لا، هذا في الصلاة دعاء الاستفتاح. تمام. لكن قبل أن نقرأ الفاتحة إيش نصنع؟ إيش نقول؟ استعاذة. يقول لماذا؟ أنت ممكن تخرج هنا في الشارع وتمر مرأة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح؟ طيب، لماذا الآن أنت تريد عبادة في أو في معصية أنت الآن؟ ها؟ في عبادة، لماذا تستعيذ؟ قال: استعيذ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن تستعيذ. تمام. قال: لهذا أنا استعيذ. هذا واحد. الثاني، لأن الاستعاذة هنا ممكن تكون أولى من الاستعاذة هناك.
عند المعصية. ليش؟ قال لأنك هنا الشيطان ما يريد تتدبر. نعم، ولهذا أول ما تقول الله أكبر من يجي على طول يجيك الشيطان يقول أبو سعود متوضي؟ قال والله ما أدري. قال إيش رأيك الراجع وتذكر موعد كذا والجوال ما رديت على رسالة فلان صح؟ قال ما بال اليهود والنصارى لا تعتهم وساوس في عباداتهم. يهود ونصارى ما عندهم سجود سهو، ما في وساوس، وعندنا وساوس وسجود سهو وكذا. لماذا؟ قال وما يصنع الشيطان بالقلب الخرب، أعمالهم خراب، إيش يصنع فيها؟ هي خربان أصلا. تمام. إذن أولا تستعيد، أعوذ، ألتجئ وأعتصم بالله لا بغيره من الشيطان، يعني خرج عن طاعة الله، لأن الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون صح؟ تمام. إذا خرج عن طاعة الله سواء كان من الجن أو من الإنس يقول الشيطان. ومن الخطأ عندنا أن نقول لبعض الأولاد إيش؟ هذا الشيطان، أعوذ بالله. ليش؟ تقول له الشيطان، هذا الشيطان؟ طب لو قلت له الشيطان أصبح شيطان صح؟ لا، تقول أنت بطل صح؟ وعاقل يا جني صح؟ يقول لبعض الأولاد عندنا يقول يا جني هذا عفريت، بالله ينادي عفريت وجني والشيطان. طب الولد يطلع شيطان وجني صح ولا؟ ها وتبي يصلح ما يمكن صح؟ إيش تنادي؟ تقول عبد الله، ها عبد العزيز، الله يهديك يا ابني يا ولدي يا حبيبي يا بطل. اي نعم، ما تقول له شيطان وجني وعفريت. وبعض الناس اذا قلت له يا جني يضحك يفرح صح؟ خاصه بعض الدول، اي يا جني اهلان يا حبيبي. لا، اعوذ بالله ما يصير. يقول له جني اعوذ بالله من الشيطان لانه خرج عن طاعه الله. الرجيم لأنه مرجوم مطرود من رحمة الله، أو لأنه يرجمك أنت، يرجم بني آدم من شبهات أو شهوات، وشبهات بدعة وشرك، وشهوات صغائر وكبائر، فتستعيذ بالله من إيش؟ من هذا الرجم الذي يرجم به بني آدم. ثم إيش تقول؟ بسم الله، تبسم بسم الله، يعني أفتتح القراءة القرآن بقول بسم الله، أو لا أفتتح القراءة الأفضل، لا أفتتح القراءة إلا بقول بسم الله، إلا ببسم الله، وبسم الله أتوضأ، وبسم الله آكل، وبسم الله أقرأ القرآن، وبسم الله أدخل المسجد صح، وبسم الله أدخل دورة المياه وغيره صح. أي نعم، يعني لا أبتدئ إلا ببسم الله، وكل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة صح. هذا عندما يدخل إلى البيت قبل يفتح الباب يقول بسم الله، الشيطان ايش يصنع؟ قال لا مبيت ولا طعام. تمام. ويوم يسمي عند الطعام ها يتنحى الشيطان، ويوم يسمي عند الجماع لا يصيبه شيطان صحيح. إذن البسملة مهمة جدا، وعند قراءة القرآن أفتتح، لا أفتتح قراءة القرآن إلا ببسم الله. الله، الله ما معنى الله؟ ها ما معنى الله؟ الله هو المألوه المعبود محبة وتعظيما. الله هو المألوه المعبود محبة وتعظيما، خوفا ورجاء. تمام. وقيل أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، هذا قول. وقالوا الله لم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى، ما سمي أحد، لأنهم قالوا في رحمن اليمامة صح، لكن الله ما سمي أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الخطأ عندنا
إنه بعض الناس تعرف متطور متقدم يقول إيش؟ Oh my God. God هذا ليس من أسماء الله. صح. تقول إيش؟ Oh my Allah. شوية عبد العزيز الجليزي لازم. تمام. إذا God هذا ما يسمى من أسماء الله. تمام. وقالوا أن الله مرجع لكل الأسماء في الغالب. تقول هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. صح. نعم كل تعود على الله سبحانه وتعالى. الخامس الألف واللام في الله ما تحذف أبدا. لكن تقول يا الله وتقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. تحذف الألف واللام يا الحي القيوم؟ لا، الحي القيوم عندما تنادي تقول يا حي يا قيوم. صح. عندما تنادي الله سبحانه وتعالى. لكن يا الله ما تحذف الألف واللام. هذه خمسة أشياء ذكرناها في إيش؟ في الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل الخلق مسلم وكافر. والرحيم ذو الرحمة الواصلة أو الرحمة الخاصة بمن؟ بالمؤمنين. وكان بالمؤمنين رحيم. أسأل الله يرحمني وإياكم. تمام. إذن الرحمن عام والرحيم خاص. ثم تقول الحمد، يعني كل المحامد لله لا لغيره. الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم. ذكر المحمود الله سبحانه وتعالى بجميل الصفات. ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يماثل أحد في صفاته في ذاته في أسمائه في صفاته. صح. الحمد لماذا يحمد؟ لا يحمد إلا الله سبحانه وتعالى. ونحمد الله على ماذا؟ على كل شيء، على أن خلقنا، على أن رزقنا، على أن أنزل الكتب، أرسل الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. صح. الحمد لله على ما وصف وسمى به نفسه. تمام. على كل شيء يحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. اللام هنا لاختصاص، يعني الحمد ما يكون إلا لمن؟ إلا لله. تمام. الحمد لله قال رب العالمين. رب، الرب هو الذي خلق ورزق. هذا تربية لإيش؟ للبدن، للظاهر. وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل، هذه تربية لإيش؟ للباطن. إذن التربية على قسمين، تربية للظاهر خلق رزق، وهذا تشمل المسلم والكافر. صح. تمام. وتربية للباطن أنزل الكتب وأرسل أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، هذه تربية لإيش؟ حتى تربى في الباطن. هذا خاصة بالمؤمنين ولله الحمد. أسأل الله يجعلني وياكم منهم يا رب. الحمد لله لماذا؟ قال رب العالمين لأنه خلق ورزق وأنزل الكتب وأرسل أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. رب العالمين كل ما سوى الله عالمين، مفهوم؟ ما سوى الله، وكل ما سوى الله مخلوق، والله هو الخالق سبحانه. الحمد لله رب العالمين. ثم تقول الرحمن الرحيم، رحمة عامة ورحمة خاصة ورحمة واسعة ورحمة واصلة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وفي قراءة عندنا ملك يوم الدين، فالله هو ملك ومالك. وقد يكون عندنا ملك وليس له ملك. صح. سووا عليه انقلاب مثلا. هو ملك بالاسم، وعندنا بعض الملوك ما عنده شيء. صح. دولة فقيرة مثلا. الله سبحانه وتعالى ملك ومالك، لكن ملك كامل، وملوك الدنيا ملكهم ناقص زائل. اي نعم، مفهوم. فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك. يصح ان تقرا كما يقرا امامنا يقول مالك يوم الدين، وممكن تكون في المغرب او كذا يقرا بقراءه ورش مثلا يقول مالك يوم الدين. يصح هذا ويصح هذا، قرا بها النبي عليه الصلاه والسلام. مالك يوم الدين
يوم الدين ما معنى؟ ما شاء هذا يحتاج جوائز يا شيخ فهد. يوم الدين يعني اليوم الذي تدان به الخلائق، تجازى. مالك يوم الدين مو الدين هو الدين الإسلامي، لا، مالك يوم الدين كلا بل تكذبون بالدين، يعني باليوم الآخر بيوم الجزاء والحساب، مو بالدين الدين الإسلامي، مفهوم؟ إذا مالكي وملكي يوم الدين يوم الجزاء والحساب. طيب الله سبحانه وتعالى يملك كل الأيام، صح؟ صح أو لا؟ فلماذا جاء ذكر هذا اليوم؟ لأن هذا اليوم فيه الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق، تحذير أن نستعد إلى هذا اليوم، يوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم القيامة. نعم، إذن عندما تقرأ مالك يوم الدين يعني يوم القيامة يوم الجزاء والحساب، اليوم الذي تدان فيه الخلائق بأعمالها، تمام. ليس الدين يعني الدين الإسلام، كلا بل تكذبون بالدين يعني باليوم الآخر بيوم القيامة يوم الجزاء والحساب. مالك يوم الدين، حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، ثم إيش تقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين. كلمتين هنا، إياك نعبد حصر، وإياك نستعين حصر، كأن تقول لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا عبادة واستعانة، فاعبده وتوكل عليه. إذن لو سألك أي واحد ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين، تقول فاعبده وتوكل عليه. كيف؟ يقول تجمع هنا بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل، تجمع بين الإيمان بالقضاء والقدر وإيش؟ والعمل. لأن بعض الناس قال والله ما أستطيع أصنع شيء، نقول لا، تحسن الظن في الله، تؤمن بالقضاء والقدر وتعمل، تصلي وتصوم وتتصدق، تمام. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا الله. طيب الإمام الشيخ فهد جزاه الله خير عندما يقرأ الآن بالصلاة بالمصلين يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أعبد، إيش يقول؟ ليش؟ ليش ما يقول إياك أعبد؟ شوف كل الآية، اسمع اسمع، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أعبد. هو لا ما يقول إياك أعبد، المفروض لو قال بعض الناس لماذا الإمام يقول إياك نعبد ولم يقل إياك أعبد؟ ليش؟ لأنه صادق الآن عندما يصلي بالناس يقول يا رب نجتمع على عبادتك، صح ولا نفترق؟ يا رب نجتمع على عبادتك، أنت لا شريك لك، صح، نجتمع على رب واحد ونبي واحد عليه الصلاة والسلام ودين واحد وقبلة واحدة، ولا بد نجتمع ولا نفترق، لا بد. إذن سورة الفاتحة فيها إيش؟ فيها شيء بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاجتماع، كأنه كل يوم يذكرنا الإمام يقول لا بد نجتمع على عبادتك يا رب، صح ولا؟ إياك إيش؟ أعبد، نعبد، إذن لابد نجتمع، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نطلب العون إلا من الله، لا تبحث وراء حكام ولا وزراء ولا أكلوا أموالنا ولا ضيعونا ولا كذا، رزقك على من؟ فاعبده وتوكل عليه، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، تمام. إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي، هذا إيش؟ بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين.
ولعبد ما سأل. إذن سورة الفاتحة علمتنا كيف ندعو الله. لابد قبل أن تدعو الله توحد الله، صح؟ لأن هنا عندنا أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء الصفات، تمام. ولابد ثناء على الله، يعني من أسباب إجابة الدعاء إيش؟ الثناء على الله. الثناء على الله قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم إيش تقول؟ الآن جاء الدعاء، قال: اهدنا، تمام. إذن الآن بدأ إيش؟ يدعو. أفضل دعاء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: تأملت الدعاء. والشيخ الإسلام يقول: كل حديث لا يعرف الشيخ الإسلام فليس بحديث. تأمل الدعاء في الكتاب والسنة، فوجدت أن أفضل الدعاء في القرآن. وجدت أفضل دعاء أين؟ هنا. هذا أفضل دعاء. وأي واحد غير عربي وقال: بالله إيش أفضل دعاء؟ تقول: تحفظ أنت. إيش هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. مفهوم الشيخ؟ كم تدعو به في اليوم؟ أقل شيء 17 مرة. إيش معنى اهدنا؟ والله يا شيخ تعطيهم جائزة نيابة عني. هذا شوف آيفون 14 ما في مشكلة. لا آيفون ما يصلح لك أنت. لا ما يصلح آيفون، في شيخ فهد لا تتحور. طيب يقول اهدنا، هل معناه دلنا على الطريق، هذا أرشدنا، أو معناه وفقنا إلى سلوك الطريق؟ لأن هداية هدايتين، اسمع معي، الهداية هدايتان: إما هداية دلالة وإرشاد دلنا على الطريق، أو وفقنا إلى المشي في السلوك. ها إيش؟ والله هذا هدية ثانية. يقول: أنا ما يمكن أطلب هداية دون الأخرى. طب ممكن أستدل على الطريق ولا أكون سلوك للطريق، يكون هذا مثل من؟ مثل يهود، صح؟ أو يسلك الطريق بلا علم، يكون مثل الله يبارك فيك ما شاء. هذا يقرأ الفاتحة صحيح، قراءة صحيح. اهدنا يعني دلنا على الطريق ووفقنا يا رب إلى سلوك. مفهوم الشيخ؟ كيف تطلب هداية دون الأخرى؟ أقول أطلب كل شيء من الله، صح أو لا؟ هذا يقول هداية واحدة، لا، كيف تطلب هداية واحدة؟ أطلب كل الهدايات، صح؟ تقول: يا رب علمني ووفقني إلى السلوك والطريق. اهدنا وسددنا. مفهوم؟ أي نعم. ولهذا تقول: اللهم اهدني وسددني. مفهوم الشيخ؟ يعني هذا اللي لعب كورة الله يهديهم، يقول هذا المرمى قدامك، هذا إيش؟ وبعدين يقول سدد إيش؟ الهدف. هم يقولوا مو أنا، تمام. اهدني وسددني. إذن تقول: يا رب علمني الطريق الموصل إليك وإيش؟ وفقني إلى سلوكي. طيب كم طريق موصل إلى الله؟ ها؟ ثلاث جوائز. يقول طريق واحد. كيف؟ يقول طريق واحد، عندنا طريق واحد. إذا ما عندنا فرق ولا عندنا جماعات ولا عندنا أحزاب، أمة واحدة، ملة واحدة، شريعة واحدة، قبلة واحد، صح؟ أمة واحدة، قلب واحد. كان هناك رجل من العلماء وجاء إليه جماعة من هذول الرافضة وقالوا له: تعال نتناقش. قال: طيب. اجتمعوا في مكان هؤلاء وجاء هذا العالم، يوم دخل عليهم دخل أكرمكم الله، أخذنا عليه وضعنا هنا ودخل. قال: عيب عليك، ضع أكرمك الله النعلين في الخارج. قال: لا، الرافضة سرقوا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سرقتم نعلي النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى تسرقون علي أنا، أنا خاف. قالت: كذاب كذاب، أنت تكذب. لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد رافض، لا تغير. قال: ما يوجد رافض. قال: الحمد لله، وهذا الرد عليكم، جزاكم الله خير. ما يوجد، يوجد رافضة؟ ها؟ يوجد كذا 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 من الفرق؟ لا. إذن نحن إيش؟
فرقة واحدة، وكل فرقة ضالة تنتسب إلى إنسان غير معصوم، والمعصوم نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يجعلني وياكم من أتباعي. اهدنا الصراط إيش؟ مستقيم، لأن الطرق الملتوية هذه ما توصل وعليها شياطين، مفهوم؟ يمين يسار ما في، ما في تحويلة، طريق واحد مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. طيب صراط من يا رب؟ صراطك أنت، صراط الله، صح؟ لأنه يضاف الصراط إلى الله لأنه هو الذي وضع لنا، ويضاف الصراط لمن يمشي على هذا، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تمام. طيب صراط من؟ المستقيم، الذين أنعم الله عليهم. وهنا بدأ إيش؟ يحذر، ممكن تعرف الطريق ولا تسلكه. هؤلاء يهود أشد، عندهم علم ولا عمل، ونصارى عندهم عمل بلا علم. تقول يا رب أنا أستعيذ بك أن أكون من الذين غضب الله عليهم، هم يهود ومن كان على شكلته، ونصارى وكل فرق ضالة وكل بدعة وكل ضلالة. تقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ها؟ آمين بإجماع العلماء ليست من الفاتحة وغير مكتوبة في القرآن، صح؟ ومعناها اللهم استجب، معناها اللهم استجب دعاء، ما هو أمر، لأننا من أدنى إلى أعلى يسمى إيش؟ دعاء. ومن أعلى من الله لعباده اعبدوا أقيموا آتوا الزكاة، هذا يسمى إيش؟ أمر. ومن مساوي إلى مساوي يسمى التماس، مفهوم؟ أقول لهذا أمرتك أمرا جازما فعصيتني، أنا ما أستطيع أمر أبو سعود لأنه أنا وياه متساويين، فهمت الشيخ؟ فهذا يسمى إيش؟ التماس. فما يمكن تقول من الأدنى إلى الأعلى إلا إيش؟ دعاء. آمين أي يا اللهم استجب. هل نحن إذا قرأنا الفاتحة نتدبر هذه المعاني؟ هاي الشيخ لا. فماذا نصنع؟ اليوم أخذنا تشويق لإيش؟ سورة الفاتحة. فأنت كل ما تقرأ الفاتحة تتذكر، تخرج الآن هنا من المسجد وتأخذ تفتح على هذا الجوال التفسير الصوتي للقرآن وتسمع تفسير عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، هو يقرأ عليك وانت إيش؟ تسمع القرآن. الشيخ فهد جزاه الله خير في صلاة المغرب مثلا قرأ فأمه هاوية، أمه يعني أمه وش علاقة أمه؟ فيري يخرج هذا من المسجد الشغل فأمه هاوية يعني إيش؟ نسأل العافية والسلامة، نعوذ بالله من النار، يعني كأن النار تكون أم لهذا تحتضنه كما تحضن الأم صغيرها، أو أمه هاوية يعني مقدمة الدماغ يهوي على دماغ نسأل العافية. فأنت كل ما تسمع آيات إيش تصنع وانت خارج؟ ها؟ تقرأها وتجل الشيخ فهد بعد صلاة العشاء تقول قرأت علينا يا شيخنا جزاك الله خيرا فأمه هاوية، تعرف ما معنى فأمه هاوية؟ إذا قال ما أعرف لا تقول ما تعرف الشيخ، قل لا أنا قرأت اليوم عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله يقول فأمه هاوية، خذها فائدة كذا، ونتذاكر إيش؟ القرآن فيما بيننا أحسن من إيش؟ من الغيبة والنويمة وكاس العالم وما إلى ذلك، تمام؟ أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. هدايا عند الشيخ فهد 4 هدايا، جزاكم الله خيرا.